حديث كنت حافظه من 15 سنة لغاية ما سمعت له تفسير شقلب كياني. الحديث في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل يعمل نباش للقبور، يعني بعد ما تدفن الميت بتاعك يفتح هو المقبرة ويشد الكفن، ياخده يغسله ويبيعه ويسيب الميت كده، حتى إذا حضره الموت قال لأبنائه: إني إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني رمادا، ثم تعالوا في يوم عاصف فذروا هذا الرماد من فوق رؤوس الجبال، ارموني كده في يوم عاصف، لأن الله إذا قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات ولاده حرقوه وسحقوه رمادا ورموه من فوق الجبال في يوم شديد الهواء، فقال له رب العالمين: كن فكان. قال: عبدي، ما حملك على أن فعلت هذا؟ قال: يا ربي من مخافتك. قال: قد غفرت لك. ربنا بيقول له: مالك بتعمل في نفسك كده ليه؟ قال له: أصل أنا خايف. قال له: خلاص اهدى، سامحتك. فالعلماء بيعلقوا بيقولوا: هذا استقباله لمن عصاه، فكيف باستقباله لمن أطاعه وأرضاه؟ الحزين منكم على حبيب مات، حزنك ده طبيعي لأن الفراق صعب، بس احزن وانت مطمن عليه لأنه رايح عند ربنا. ربنا من صفاته إنه الأول، ولو أمر بشيء من مكارم الأخلاق هيكون هو الأول في فعل هذا الشيء. خلى النبي يأمرنا: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى ربنا هو أول من سيكرم ضيوفه من أمواتنا لما يحلوا عليه ضيوف في القبر، وهو أول منازل الآخرة، فروح له وانت مطمن. انت لو جالك ضيف غلطان في حقك لكنه جالك في بيتك وانت انسان كريم، هتعامله باخلاقك مش باخلاقه، وتعامله باللي انت تستحقه من الاكرام مش اللي هو يستحقه لانه في بيتك. فما بالك بربنا اللي قال على نفسه هو اهل التقوى واهل المغفرة، هيعاملك بصفاته ان شاء الله. اطمن وروح له وانت مطمن. ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يقول لنا حديث، فكر فيه معايا، انت حافظه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا إلى الأرض فبها يتراحم الخلائق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. في كم بني آدم؟ في 7 مليار بني آدم. طب وكم طير وكم حيوان؟ مليارات. تخيل أن 7 مليار بني آدم وعشرات أو مئات المليارات من الحيوانات والطيور بيشتركوا في رحمة واحدة من رحمات ربنا المية. أسألك سؤال: لو قلنا لك ميتك اللي مات ده تحب تحطه فين في الجنة؟ تقول لي: أحطه فين؟ ده أنا عايزه في قصر، لو فتح البلكونة كده يلاقي النبي واقف في قصره الناحية التانية عليه الصلاة والسلام. هو أنت اخترت له المكان ده ليه؟ أصلك عندك رحمة في قلبك وحنين. أهو الرحمة اللي في قلبك دي 1 على 100 المليارات من رحمة واحدة من رحمات ربنا المية. اضرب بقى اللي جواك ده تجاه أمواتك وتجاه نفسك حتى في 100 المليارات. ده اللي احنا تتصوره عقولنا عن رحمة ربنا في الآخرة سبحانه وتعالى. علشان كده في نهي صريح من رسول الله انك تظن وانت بتموت انك هتتأذي في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، قال: لا 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 يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. روح له وانت مطمن، بس توب وقول له: حقك عليا وانا مطمن لك يا رب. فاللهم يا رحمن يا رحيم، حسن ظننا بك واجعلنا في الآخرة من المرحومين الفائزين.